وللمزيد حول استمرار الأزمة الأوكرانية في ظل وعود أمريكية بمنظومة دفاع جوي تحمي سماء أوكرانيا لم تصل وتخوفات من هجوم روسي مرتقب، ينضم إلينا عبر سكايب من إسطنبول الخبير العسكري العقيد أحمد حمادة. مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا، أسعد الله مساءكم. حياكم الله. تعرض كييف ومدن أوكرانية أخرى لهجمات روسية بطائرات مسيرة إيرانية، هذه المسيرات التي تقصف المنشآت المدنية الأوكرانية، هل تحسم المعركة أو ما مدى دورها في إدارة المعركة؟ بداية، يعني التعاون الروسي الإيراني هو ليس فقط في مجال المسيرات، بل في مجال كذلك الصواريخ التي نضبت شيئا ما، ونضبت كذلك القذائف الروسية، وأصبحت بحاجة روسيا إلى دولة تقوم بإمدادها في بعض أدوات القتل، ومنها المسيرات كشاهد 136 الكاميكازية التي تحمل بحدود 50 كيلو من المتفجرات وتقوم بضرب البنى التحتية التي استخدمتها روسيا مؤخرا بشكل كبير على شكل أسراب كبيرة. يعني هناك احتمال تزويد إيران لروسيا بحدود 1000 طائرة من هذه الطائرات الرخيصة الثمن، التي يبلغ ثمن الطائرة منها بحدود 20,000 دولار، مقابل أن تقوم روسيا بتزويد إيران في التكنولوجيا العسكرية من أجل تطوير الصناعات الإيرانية العسكرية. هذه الطائرات لا يمكنها أن تحسم المعركة بشكل أو بآخر، ولكن تؤثر على الحالة النفسية للشعب الأوكراني. يعني الهدف منها هو ضرب معنويات الشعب الأوكراني في قطع الإمدادات الغاز والكهرباء، وخاصة نحن على أبواب الشتاء البارد بشكل كبير، تصل درجة الحرارة إلى 20 تحت الصفر عندما تقوم هذه الطائرات باستهداف المواقع أو البنية التحتية لأوكرانيا، وهي حرب يعني تبرع بها روسيا بشكل كبير وإيران. وخاصة في سوريا رأينا بأن الهدف الأساس للحرب الروسية هي ضرب البنى التحتية وضرب المواقع التي يستفيد منها المواطن عندما تعجز آلة الحرب عن تحقيق أهدافها في الميدان القتالي، وهذا ما حصل للروس بشكل كبير. بالأمس تكلم بوتين بكل صراحة بأن هناك أمور صعبة جدا في المناطق التي أعلنها بأنها أراضي روسية، من خيرسون إلى ماريوبول إلى زابوروجيا إلى كذلك دونيتسك ولوغانيسك، خاصة بأن باخموت التي بدأت فيها القوات العسكرية الروسية هجوم على هذه المدينة لإنجاز أي تقدم أو أي نصر معنوي للروس بعد هزائم متتالية. نعم. من كييف إلى تشيرني إلى سومي إلى خاركيف إلى خيرسون، لذلك حتى الآن الجيش الروسي عاجز عن تحقيق أي هدف في هذه الحرب سيد رغم أحمد. اعتماده على الميليشيات. من ناحية أخرى سيد أحمد، كيف تقيم موقف الأمريكي؟ أمريكا أدانت ما وصفته بالتخاذل، بتخاذل الأمم المتحدة لوقف توريد المسيرات الإيرانية، وفي نفس الوقت تأخرت في تزويد أوكرانيا بمضادات جوية لوقف القصف الروسي، كيف تقيم هذه المسألة؟ يعني اليوم الدفاع الجوي في أوكرانيا بحاجة إلى إمكانيات كبيرة جدا لجعل هذه المنطقة أو 600,000 كيلومتر، نتكلم عن 600,000 كيلومتر من المساحة، مساحة جمهورية أوكرانيا تحتاج إلى منظومة دفاع جوي قادرة على تغطية كل هذه المجال. فهي رغم أن يعني ألمانيا زودت أوكرانيا في بعض هذه المنظومات، وهناك يعني عدد كبير من صواريخ ستينجر وغيرها من هذه الدول تم تزويد أوكرانيا، إلا أنها حتى الآن لم تستطيع أن تجعل سماء أوكرانيا يعني بشكل آمن بشكل كبير، ويمنع الصواريخ البالستية الروسية وكذلك الطيران الروسي من التحرك. يعني عندما نتكلم نحن عن منظومة باتريوت التي تنوي الولايات المتحدة، هذه المنظومة بحاجة إلى تدريب على الأقل 6 أشهر للطواقم العسكرية الأوكرانية لكي يحسنوا استخدام هذا النوع من
المتقدم من منظومة الدفاع الجوي، كما أن هذه المنظومة مثلا تغطي 100 كيلومتر، يعني نصف قطر 100 كيلومتر، فهي بحاجة إلى عدد كبير من البطاريات لتغطي الأراضي أو الحدود، والصاروخ الذي تطلقه هذه المنظومة يعني يصل ثمنه إلى $1,000,000، فكيف سيقوم هذا الصاروخ بضرب طائرة يعني بدائية كشاهد 136 بثمن 20,000؟ لذلك هناك مفارقات عديدة، وهناك بحاجة إلى دراسة أوسع وأكبر. هناك بعض المشاريع أن تقوم دول التي تمتلك منظومة S-300 الروسية، حيث أن الكوادر الروسية يحسنون الأوكرانية يحسنون التعامل ويحسنون استخدام هذه المنظومات، خاصة أن اليونان لديها هذه المنظومة، وكذلك هناك دول عديدة، إلا أن حتى هذه المنظومة أثبتت عجزها في التصدي مثلا للطائرات الإسرائيلية في السماء السورية أو في مناطق أخرى. وربما الروس يعلمون النقاط الميتة والنقاط الضعف الموجودة في هذه المنظومة. لذلك الأمر يحتاج إلى دراسة وإلى معلومات عديدة جدا وتستخدمها دول الغرب من أجل حماية. أشكرك جزيلا الخبير العسكري من إسطنبول العقيد أحمد حمادة، شكرا لك.